السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كراكم دارين خوتي؟ لاباس؟ بخير؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. أمين. كنقول دائما وأبدا الناس اللي هما جداد بغاو يعني يشتركوا معنا في القناة، يدقوا الجرس، نتمنى لهم الخير دائما وأبدا. غير هو إلا كان شي أسئلة دائما وأبدا حطوا لنا الرقم ديال الواتساب في القناة، ولا غادي تلقاو النمرة ديال الواتساب ديالي في القناة. هنا كما كتشوفوا الشجرة هنا زرعناها وسقيناها، دابا يخصني ندعمها بالقصبة. القصبة كما كتشوفوا كاينة ميتونس وربطنا الخيوط فين خصها تشد مزيان كما كتشوفوا. غادي نربطوها باش هاد القصبة هادي كتدعم لينا الشتلة كما كتشوفوا، كتلقاوها شوية مايلة هاك، ويعني كتدعمها كتولي مباشرة في السماء، وفي نفس الوقت على الريح إلا كان صوت قوي يقدر تمشي وتجي تمرض لينا بالعروق ديالها ولا تتهرس، او الى طلعت بزاف ويعني الراس ديالها ثقيل غادي تولينا للارض. يعني هذا القصبة هذه كمدعم للشتلة تقدر تبقى حتى لثلاث سنين من بعد الزراعة. غير هو يخصكم دائما وابدا من نوضعوا بغينا نوضعوا القصبة، أول حاجة القصبة تكون يابسة، مأكدين منها تكون يابسة، هذه هي الأولى على حساب ميتونسكي قلنا تكون يابسة. وكنجيو منين كنعطيو الماء للشتلة كترطاب التربة نقدروا نحطوا القصبة بسهولة 20 سنتيم اللي خصها تدخل في الأرض باش تكون عندها القوة باش تدعم الشتلة. غادي نوقف شوية وغادي ندخل القصبة على حسب 20 سنتيم كما كتشوفوا هنا. هادو من غادي نمشيو نعقدو يخص دائما تكون واحد 4 سنتيم ديال الفجوة باش من الشتلة كتكبر باش ما الخيط ما يسبب لهاش المشاكل. هكا هذه الاولى خصنا ضروري ندعموها مباشرة من بعد الزراعة. هذه الأولى، هذه غادي نهودوها شي شويش هنا. ونديرها عاود هنا. كتبقى الشتلة مدعمة ولو جا الريح تبقى غير في بلاصتها، ولكن في نفس الوقت إلا بغات تغلاض عندها يعني على حساب 4 سنتيم ديال الفجوة تقدر دائما وابدا تكبر وتغلى يعني تغلاض بدون مشاكل. ها هو دابا الى دخلنا ندخلوا جوج ديال الصبع ديالي ومازال باقي من هنا الفجوة، هنايا كيف كيف هنايا كندخلوا ثلاثة الصبع ديالنا هكا كتبقى ولو جا الريح يبقى يديها ويردها ما عليها والو، الشتلة راها شادها القصبة وغادي تطلع بحال الصاروخ في السماء، ما عليها حتى شي مشكل، ما يصرى لها حتى شي مشكل. هذا هو اللي كنقول دائما يخصكم تستعملوا القصبة الخروب باش تبقى مأمنة حتى تكبر ان شاء الله. دائما وابدا مرحبا بكم، والجديد دائما كاين. نتمنى لكم الخير
ومع السلامه.